ثانك يو اكروم. انت هنا يا معلم؟ مساء الخير. مش تقول لي يا عم انك ليك في الكلام ده؟ كنت ظبطتك. جوليا اكرم. هاي. هاي. يلا خمس دقايق وجاي. ماشي عادي. ايه يا عم الحته البلدي دي؟ انت جايبها من مصر ولا من هنا؟ بعدين هبقى اكلمك. ها؟ بقول لك ايه؟ انت رايح فين؟ احنا نتعشى النهارده مع بعض. مش هينفع، احنا لازم نمشي. انت مستعجل ليه كده يا اخي؟ انت لسه جايبها؟ احنا كنا ماشيين. بقول لك ايه؟ اهدى، انت لسه داخل قدامي دلوقتي. ما لقيناش اللي احنا عايزينه. يلا يا عم يلا 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 هبقى اكلمك. ماشي بلدي يوكل برضه. الحمد لله على السلامة يا أبلة. الله يسلمك يا سمير، عامل إيه؟ الحمد لله. عمي ونور أخبارهم إيه؟ كويسين الحمد لله. مالك يا سمير؟ مفيش حاجة، أنا كويس الحمد لله. ينفع أروح مشوار بس قبل ما أروح؟ عينيا. هتدخل معايا؟ لا استناك انا هنا. هدعي لك. أنا مخنوقة أوي يا ستنا، كنت طايرة في سبع سما، وعلى غفلة حسيت إن روحي بتروح مني. مش هو ده الرزق والعوض؟ دليني يا ستنا، دليني. بصي على الخطه ايه يا ريس؟ لا بقى انا مش قادره، انا هروح وبكره نبقى نكمل. ازيك يا عم؟ هو حضرتك اسمك ايه؟ سمير قال لي انك كنت مسافر، هو انت كنت مسافر فعلا؟ اه في مكان وحش قوي. كويس انك رجعت. هو انت ساكن قريب من هنا؟ يعني انت مستني بابا؟ هو مش فوق؟ لا
لا لسه ما جاش، تعالى نطلع نستنى في البيت. نور رايحين فين؟ في يا سمير؟ هنكون رايحين فين يعني؟ طب فكرني اخطفها ولا ايه؟ في يا سمير؟ مفيش حاجه يا عبد، خدي نور واطلعي على فوق وانا هبقى اجيب لك الشنطه العربيه. الحمد لله على السلامه يا قلبك بالبل. سلام حبيبتي. انت باين عليك دماغك تعبتك قوي، محتاج تدخل المستشفى. خايف على البت مني؟ ايه اللي جابك هنا يا حبيبي؟ انت مالك؟ جاي اشوف البت اللي انت بتقول عليها بنتي. لما استلم النتيجه من المعمل هبقى ارجع لك. خفي على الواد كده هيختفي. مش قادر يا بت، بيكلمني بس مسافة ما اسمع صوته ركبي بتسيب. يا لهوي يا بت، امسكي نفسك مش كده. انت بتعمل ايه؟ ليه يا اختي؟ زي ما انت شايف. لا يا حبيبتي. ايوه بتدور على ايه يعني؟ نفس اللي انت بتدور عليه يا سونا. يا جامده. ما تلوشش يا تريكا. ما تلوشش في اللي انت مش فاهمه عشان ما تجيبلناش الاذى كلنا. طب فهمني. فهمني اعمل فهم وما تعملهمش عليا والنبي عشان مش ناقصاك هي. طب اهدى بس اهدى. مش بدايه يا تريك، مش بدايه. وانت مفكر ان انت كده بتفهمهم يعني؟ لا. المهم يا بقى في تعرف تتعامل معاهم. مش عايز اتعامل معاهم من اصلا. من هنا ورايح كله من الاخر. مش هنقعد بقى نحب ونسبل ونمسك ايدين. خلاص. خلصت يا سونا. برضه غشيم. يا تريكا الستات ليهم دخل يا تريكا، كل ست في الدنيا وليها دخل، حتى اللي انت بتنكش وبتدور فيهم دول كل واحده فيهم غير التانيه. طب بقول لك اقفلي الواد معايا على ويدك يا بنت، اتقلي كده اتعلمي من صاحبتك. لازم تعرف الدخله الصح يا تريكا علشان ما تجيبش لنفسك ولينا المصايب. وانشف بقى، انشف بقى وفكك بقى من الحوار دوت. انشف، ما تبقاش طري وخفيف كده في كل حاجه. انا ما كنتش خفيف يا سوني، أنا بس كنت بحبها بس، مكنتش بعمل أي حاجة غلط علشان ما أضايقهاش. كنت بجيب لها كل اللي هي عايزاه علشان متبقاش محتاجة حاجة. حتى فرحنا كان نفسي أعمل لها أحلى فرح في خيالها. فرح إيه يا متخلف اللي أنت عايز تعمله للقردة دي؟ فرح إيه؟ دي تعمل لها فرح دي؟ دي تعمل لها زهر عشان تطلع العفاريت اللي جواها. ياض انشف انشف يالا، ما انت قلبك الرهيف ده هو اللي مركبك الفيسبا وموديك المشوار المهبب اللي انت فيه دلوقتي. حتى وانت هتموت على البت يا تريكا لازم تموت فيها وانت تقيل وراسي. لازم. طب اراهنك؟ اراهنك ان انت كنت بتصحى كل يوم من النوم تكلمها في التليفون وتقول لها صباح الخير يا حبيبتي، صح؟ مش كنت بتعمل كده؟ طلعت من العيال الهيه يا تريكا اللي موبايلاتهم مليانه ورود حمراء وقلوب. ادي ادي. لازم يا تريكا البت هي اللي تبقى عايزه تكلمك وتشوفك على طول وتتصل بيك في التليفون وما تردش. اتقل اتقل. يعني انت بتعمل كده مع توها؟ امال ايه يا خفيف؟ وانت مفكرني مدلوق زيك كده؟ وحياتك بتكلمني بالخمس والست مرات في اليوم وما بردش، ولما برد ما بديهاش ريق حلو الا بالقطاره. تقعد بقى هي تزن وتون عشان تشوفني وتقابلني، لكن على مين؟ مالك؟ لا مفيش. دي الولايه ام عبير. وده تقل برضه؟ لا يا عم الحمد لله. الواحد داخل على جواز وعايز ربنا يكرمه.
ايه اللي دماغها مليانه حوارات؟ تخيل بنت المجنونه عايزانا اتجوزها. ايه ده ازاي يعني؟ اهو اللي حصل يا اخوي. من ساعه ما عرفت اني خطبت وهي عايزه تتجوزني، ما اقدرش اعيش من غيرك، كل اللي بينا هيبقى في الحلال، وهي ما تعرفش ان الباب اللي بينا اتقفل خلاص. هي صحيح ماشيه عدل، بس انا يعني اتركها مش معقوله يوم ما هتجوز من الهاكينج يعني. طب ما اخذنيش يا سونيا، يعني انت اخويا الكبير، ما البت اللي انت خاطبها دلوقتي نفس الموضوع تقريبا. بتقول ايه يا خروف انت؟ انت ما بتميزش يالا، تقى دي حاجه تانية. تقى دي كانت غلبانه وعايزه اللي يساعدها، وانا وقفت جنبها عشان اساعدها. بتحبني وبت جدعه ملهاش في الكلام ده. انت بتقول ايه يا ابني انت؟ أكرم، هو أنت كنت في دبي ولا في بيروت؟ ما أنت عارفة يا حبيبتي، آخر سفرية كانت دبي ولا بيروت؟ دبي يا حبيبتي، دبي. أمال ليه في سبا لبناني طالب مني التقييم بتاع زيارتنا الأخيرة أنا وأنت هناك؟ لا مش فاهم، مش عارف، يمكن ايميل بالغلط. بالغلط ازاي؟ ده باسمي واسمك. اشوف. هو ده سبا اللي في بيروت اللي رحنا عملنا فيه تايم مساج من كام سنه؟ صدقي هو عشان كده بعت لنا بعد الوقت ده كله. انت رحت الفرع بتاعهم في دبي؟ لا انا ما اعرفش لو في فرع تاني ولا لا. بعدين انا قلت لك السفريه دي كلها كانت ميتينجز ومفيش وقت لاي حاجه تانية. غريبه. لا عادي بتحصل حبيبتي، جايز بيفكروني بيهم او ممكن يكون سبام جاست جمعت. بيروت، ماي هيلب يو سير. انا جالي النهارده ايميل بيطلب ريتنج للسيرفيس، بس انا ما طلبتش حاجه زي كده ولا بعت ابروفل لحاجه زي كده. لحظه واحده، راجع السيستم وبرجع لك. شو الاسم الكريم؟ اكرم الصاوي. اهلين سيد اكرم. ايميل انبعت باسم مستر الصاوي وعائلته، والزياره كانت بتاريخ شباط. انا عارف انا جيت امتى، انا ما بسالش انا جيت امتى. شو القصه اخ اكرم؟ قل لي كيف بقدر ساعدك. القصه ان انتوا بالايميل ده عملتوا لي مشكله كبيره، مشكله كبيره جدا. بعتذر منك، معناتها انت ما زرت الكلاب عنا ولا شو بتقصد؟ لانه اذا شرفت عنا الايميل دغري بينبعت كرمال الفيدباك. اتس ان اوتوميتد ايميل سيستم. ما حدش اداكوا اذن تبعتوا لي ايميلات. انا مش عايز اعمل زفت فيدباك. فين البرايفسي بتاعت الكلاينت؟ انا ممكن ارفع قضيه عليكم واقفل لكم المكان ده.
ما انا مشكلة، انا بعتذر بالنيابة عن الكلاب وعلى استعداد لأي طردي. شو بتأمر؟ تبعتوا ايميل فورا فورا انه الزيارة دي ما حصلتش وانه الايميل ده اتبعت بالغلط. تبعتوا فورا. لا لا ابعتوها بكرة. ولا اقول لك لا ما تبعتوش حاجة، ما تبعتوش حاجة خالص. اوكي اوكي. الزيارة انحذفت تماما من السيستم. حضرتك بالنسبة للزيارة اللي قبل بتحب نحذفها؟ لا لا دي لا، الزيارة الأخيرة بس هي اللي تتمسح، ولو أي حد اتصل من مصر وسأل أنا ما جيتش تاني، لا أنا ولا أي حد من طرفي، مفهوم؟ والإيميل اللي اتبعت النهاردة ده اتبعت بالغلط، السيستم هنج أي مشكلة، تمام؟ مفهوم؟ بلا مسيو أكرم بلا، ميرسي كتير لذوقك وبعتذر منك مرة تاني، نهارك سعيد، مع السلامة. ماشي. سمير وانا نزلت بالشنطة؟ لا يا مستر حضرتك ما نزلتش بيها. لف وارجع تاني. اكرم ايه اللي رجعك؟ في حاجة؟ نسيت ورق مهم محتاجه في الشغل. بقولك الشنطة بتاعتي شفتيها؟ في المكتب. لقيتها؟ اه تمام. مش هتأخر على الغدا. مستنيينك. سارة ازاي؟ مراد ازيك؟ انت لوحدك؟ اخبارك ايه؟ كويسة. انا مبسوط قوي اني شفتك. انت عارفة بقالك فترة على بالي. فعلا. انت عاملة ايه دلوقتي؟ العادي يعني بشتغل. انت وحشتيني جدا. اكتر حاجة ندمان عليها ان احنا سيبنا بعض. ياه. وانت اكتشفت ده امتى بقى؟ من ساعة ما سيبنا بعض. اجمل وقت في حياتي ما كنا سوا. شارب لك كام كاس يا مراد؟ ده اول واحد. انا لسه جاي والله. طب ما دام انت ندمان قوي كده ليه ما حاولتش تكلمني؟ ولا انا رقمي ضاع منك؟ لا انا فكرت كتير اكلمك، بس كنت حاسس ان انت مش هتبقى حابه ان احنا نرجع. احساسك صح يا مراد. قول لي بقى مراتك عاملة ايه؟ كويسة؟ اه كويسة. انت شكلك مش فاضية. لو نميتي معاك لسه ما مسحتيهاش كلميني، هستنى تليفونك.
انا هاجي اخلص ورق في البنك النهارده. اوعي تكوني اجازه. هبقى مبسوط لو شفتك. يومك حلو. الو؟ ايوه يا احمد. لا مش هحضر معاكم الميت. ورايا حاجه اخلصها. لا تمام احضروا انتوا واحكي لي ايه اللي حصل. اوكي شكرا باي. صباح الخير. ازيك يا وائل عامل ايه؟ ازيك عامله ايه؟ تمام اتفضل. شكلك حلو قوي النهارده. مرسي. هقول لي محتاج ايه اخلصهولك. مفيش، كنت محتاجه اشوفك. الحقيقه انا عندي ميتنج كمان شويه، ولو في حاجه محتاجني اعملها لك قول لي. هو انا ما ينفعش اجي اشوفك الا اذا كنت محتاجك في شغل يعني؟ لا يعني لو في حاجه قول لي. طيب كنت محتاجه اطلع دفتر الشيكات الخاص بيا. تمام هكلم لك مستر خالد هيطلعهولك على طول، مش هياخد اي وقت. لا خلاص ما تتعبيش نفسك، انا كنت بس عاوز اسلم عليكي. انا كده تمام، مش هعطلك عن الميتنج. يومك جميل. باي باي. باي. تريك يضيف ما انتش صاحب مكان. قلت ايه يا عبلة؟ عايش في اسكندرية يعني ازاي؟ يا حبيبتي هيكون عندك شقتك وعربية بسواقة وهتتحركي زي ما انت عايزة، كل دي ظروف مؤقتة عشان نعرف نتقابل. يومين ثلاثة في الشهر. أنا أحب أكون معاك في أيها مكان، وظروفك هي ظروفي وعلى راسي من فوق، ربنا هو العالم يعني. بس يعني شغلي وحياتي ودنيتي هنا. بس ماشي أروح معاك اسكندرية. ماشي أشرب الشاي. لا خلاص خلاص هفكر في حل تاني، ما تقلقيش خلاص. هفتح الباب.